محمد بياع كويس، خدوا بالكم. فهو بقى قال كلمتين دول عشان ايه ما يقولش انه ضحك عليا، وادانا رقم قليل شويه. فهو بس يعني قال الكلام ده علشان ايه، وخدت خيب ورقصنا وعملنا الكلام ده ما يخش عليكم يعني، كويس. لكن الحمد لله انا فعلا ببارك البرزنتيشن، وبقول لهم ان انا متاكد يمكن افهم شويه صغيرين في الشغل ده، ان هيحققوا مكاسب قويه جدا باذن الله يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله. كنا نعرف ان الاستاذ محمد كامل شاطر في الشغل، شاطر ما شاء الله، بس ما كناش نعرف كمان انه قادر على تحريك الاحاسيس بهذه الصوره. انا وقفت ورا العمود بستخبى. وفي نفس الوقت بنقول زي ما اشاد الاستاذ محمد كامل بالكابتن محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب لا زال يقود فريق مجلس اداره النادي الاهلي بروح الفانيلا الحمراء، ولا زال يسجل اهداف.